بعد ما طفوا الحريق فحم بالخيمة، عمره 7 شهور، وأخته الثانية عمرها 6.5 محترقة بالمشفى، حروق من الدرجة الثالثة، أم حروق من الدرجة الأولى، أم الطفل، هذول لازالوا بالمشفى. طبعا حصلت حالات إغماء، حالات اختناق نتيجة حوالي 13 إصابة. معظم الإصابات تعالجت، ظلوا فقط 5 بالمشفى. الأوراق الثبوتية أغلب الناس راحت، أدواتها كلياتها، الخيمة كلها راحت. عندي دفتر عائلة ورد، أوراق الأمم ورد، هوية مرتي ورد، عيد حمودة هواري ورد، أوراق الثبوتية أكل، وفروا أكل كثير. جمعية الصليب الأحمر والجمعيات جابوا لنا فرش، جابوا حرامات، وجابوا لباس للأطفال، مواد تنظيف. بس أغلبه شتوي، ما يصير ولا على قد ما بيصير، يعني عم يعطوا لباس هيك عشان يشيلوا من هنا تكبوا من هنا. وأغلب العالم ما طلعت إلا بأرواحها، يعني لا عنده لباس لا عنده شيء نهائي. العالم أقاموا خيام مؤقتة، بلشوا بالمخيم القديم، شالوا البقايا الاحتراق كلياته، جابوا مواد بحص وفرش المخيم، وجابوا خشب اليوم حتى يبنوا المخيم من جديد. تقريبا قد ايه بده ليخلص؟ والله هينا يعني بده وقت، بس قايمين والله من الصبح لاخر النهار عم يشتغل. بده يشيلوا وما قصروا، ان شاء الله انه يضل وهيك مستمرين لحتى يرجع وضع المخيم مثل ما كان ان شاء الله، ونستقر الحمد لله.